الحفل ما تكلمت ابو صح ومحتاس الله يكون بالعون. من كثرة الضغط وتراكم الأشغال أخرها الجامعة، بكرة آخر موعد عشان أجيهم. فعلى هذا أنا ما دريت الحفل ونسيه، لكن معزومين كلكم يا الربع، عين منكم لا تغاب. وعدنا معكم بعد صلاة العشاء في قاعة مكارم. عاد أنتم يا أهل عنيزة واللي حول عنيزة ما أنتم معذورين أبدا. والله عيب وشق جيب، الخصوصيات في خطر. هذه نومتي قبل ساعة بالبيت، من اللي صوره والله ما أدري من، والله نشرينهم سوي لي منشن من ساعة الوجه. الخصوصيات كيف البيت، كيف البيت تقول الإعلام المحافظ والله في انحدار في خطر، هذه خصوصيات يا جماعة. شكرا مدير، شكرا شكرا. بعد انت معلوم حفل كله خصوصية ما فيه مدير. مدير كيف معلوم حفل انت ما شاء الله كله كله نفر معلوم حفل. وداعا خصوصية إعلام محافظ، وداعا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا متوجه لحل الحفل لكن عندي مشكلة أو عقدة أو شيء متوتر نفسي، اللي هو أنا إنسان أحب شيء اسمه تغطية. أي في مكان في تغطية أنا لازم أجي ولازم أوثقه من إيلة وأتفاعل بكل أحاسيسي بكل مشاعري. المشكلة الآن الحفل حفلي، يعني ما أقدر أخذ راحتي بالتغطية، ما أقدر أتحرك، ما أقدر أصور مع فلان وعلان، لازم أضرب ثقل. فهذه الصراحة سببت لي عقدة، فما التغطية عشقي الذي لا ينتهي. أنا كل أحاسيسي تكمن في التغطيات، أنا كل مشاعري أجدها تتغلغل في صدور التغطية. لكن ماذا أفعل؟ على كذا أنا اتفقت مع عبد الله بن دفنه في نص الحفل أخليه هو عبد الرحمن وأنا أتنكر كأني عبد الله وأصور التغطية سريع سريع. وصول المكان الجاء يا زينك كم ساعة، والله أن حضورك إنها أكبر حضور. كل قصيدة نبي قصيدة. مساعد عساك مجهز قصيدة. كفو يا الذيب، أبي بيتين مثل أبو كاتب. مساعد يقول أنا ما جهزت قصيدة ولا مشاعر، جبت لكم شاعر اسمه ناصر الرهق. والله نعم يا مساعد، انتظروا ناصر. شنو أنك صرت شاعر كاتب قصيدة؟ والله يا حفلك طلعني شاعر وحفلك يطلعك شاعر. يا مال العافية على هالحضور، والله يا صرت مشهور بنو بخيت الشعب بين يا مرة نور عريس الله النور نور. شلونك يا سلمان؟ سلام مرحبا من حضر يا هلا بالغالي. انت غير الوجه ما شاء الله عقب الرحلة. مساعد والله يا مال العافية على الحضور. ما تلاحظون موقع نسوى فيس؟ لا لا عادي. علمكم غانم والله ما قصر. كوفي شغلهم لا تجيني هنا. السيف منكم وصل ميال مناعيه. خويه وبقدركم ينطيكم وما بيجيب. وهل الجمال لهم حقوق علي؟ والسيف منكم وصل ميال مناعيه. والله طلعت حركات عصيرات حركات. الشاعر ناصر الروقي والله نعم قصيدة الجزرة. صح لسانك يا صالح. الله بسيت الجزرة وفيتك وفيتك إن شاء الله. عنيناك من الكويت لكن ما قصرت. ونعم في الصبيان بني يام كلهم. الله يطول. شرفتنا بحضورك أخوي بشير. الله قدرك الله نشرم وألف مبروك التكريم والتستاهل. جيتكم من عفيف والله يا عتيبة أنها تسر. اليوم جابة من دوحات والجبال النيفات من الطنايا ناصر الروقي والله نعم قصيدة الجزرة. صح لسان الله يسلمك يا الله الله يسلمك حضور كافي وكافي. ما عاد احنا في الفقير واحد واحد والحزنون والله يسلم يا كريم يقول احزنون الغير واحزنون عبد الرحمن الغير مقبول عذرهم جميع. الله سهل يا زياد.
سبب زحمه في الجهه ذيك وشلوه وحطوه هنا. ناجم ناجم عبد الله يا مال العاب يا زياد. انا اقول لك تو الوجه تغير بالرحله. ايه كثر المساج بس مبروك نجاح فقرتك وتواصلك في حياتك ان شاء الله. يعني لازم نجيب لك بودغارد يا عبد الله. هذا جمهورك من طيبهم يعطونا يعززون. جمهورك من طيبهم يعززون طول عمرك. لا والله تستاهل تشوف العالم كله. طيب. بعد العشاء بعد العشاء بشرف عزكم طالبكم بعد العشاء يصورون مع عبد الله ومع راشد. زحمة لاحقين لاحقين بس شوم 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 المدينه. والله يا اهل المدينه ما قصرتوا بحضوركم، شرفتوا نورتوا. الله يسعدكم جميعا، الله يسعدكم. تسلمون والله جميعا تسلم. والله انك ما قصرت. شنو صورك كنت تسوي؟ عيننا عيننا. واحد يعني وضح الله. يا هلا يا هلا تستاهل الطيب يا الغالي، تستاهل الطيب. اكل لك كل الولد. يلا بجمعكم. صور صور هنا هنا زين 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 زين. دقيقة دقيقة دقيقة. ابشر ابشر. لا لا يا ناس انا طالع والله ما ردكم والله ما ردكم لكني طالع من حالي هنا في هالمكان الفخم بس والله يا ابو ملفي وهذا هذا عيد هذا عيد ثاني ذا والله ما رقصت ولا ذا الا في هالحفل الله يسلمك الله على عيني اوه انا وين دخلت بالظلام الله يصلحكم. عبد الرحمن هنا عبد الرحمن عبد الرحمن هنا هنا الشمري والله شرفتني يا الغالي. نعم الله بحضورك يسر لنا شيء كثير. نعم والله ونعم 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 انك
ما تنمل يا ابو محمد. يعلم الله اني سعيد جدا بحضورك. الله يسلمك. هذا استاذي كان في متوسط فسعيد جدا بحضورك. والله يا مرحبا. ادورك بصور معكم يوم ادورك وراح عيال عمي خليك. والله ما خليك ابشر بعزك انا اوديك يا الغالي ابشر. شي يا حمد تعرف بيتكم ولا لا؟ الا اعرف اكيد. من اللي كلمك تو؟ امي. ايش قلت لها؟ تفرح معك راح نطيح. ابشر. كنا هني الولد في أقل من 10 دقائق شاف السنابات وعرف المحطة وجب بيض الله وجه. وهني أمه يا مال العافية قومت والله ما قصرت إني تعال العين والرأس. أنا قلت لك يلا لقينا حق البنزين بتروح تسرع عشان يصيدك سالفة. والله صادني أقسم بالله بس رح نسدد 625 ريال. تعال 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 وين تعال تعال ما غير 600 ما غير 600 حقة سالفة 25 حقة البنزين. تعال عادي الدنيا عوام. الله يسلم يقول البلاء موكل بالمنطق. انت اول ما قلت انتبه مسار وعلى طول القطره بمنطقكم نسال الله اكفينا شرك. ماشيين وتاركين خويهم والله لا قدره ولا شيء لكن اسمعني لكن لك العلم ايش رايك يا مذكر؟ والله اعذره حسب المجلس حاضر وموجود. الله يحييك. والمخطي حاضر وموجود. مخطي. وراعي الحق حاضر وموجود. بنقوم حق. ولا معفي عنهم. اعوذ بالله ما يمديك